الحب بالنسبة لي أسري شوية. طبعا شيرين دي حياتي وعمري كله قضيت معها، مش عايز أقول لك يمكن تلتين عمري مقضي مع شيرين، ما بين ارتباط وما بين جواز، قصة كبيرة قوي. ربنا بقى كرمنا الحمد لله بإياد وريناد وأنس. إياد أول ما اتولد كان طفل جميل جدا وكيوت جدا وجميل، يعني أمور. بدأنا نحس بأعراض التوحد لما بدأ عنده 6 شهور بالظبط، 6 شهور بالظبط واحنا بدأنا نحس. ما كانش بيمسك البيبرونة بإيده، كان بيزن كتير جدا جدا، كان مهايبر، كان طفل مش طبيعي. من بداية ما بدأنا التشخيص عرفنا بقى هنبدأ إيه، بدأنا خطة علاج، بدأ ياخد جلسات، وديته مدرسة، بس هو ما مشيش في المدرسة قوي، لقيت حالته متأخرة. فوديناه بقى، كنا بنروح 3 أيام في الأسبوع ياخد جلسات تخاطب، تعديل سلوك، تنمية مهارات، وبصراحة فرقوا معاه جدا جدا في رحلة علاجه. لازم ترضى بالمكتوب ولازم تتعامل مع المكتوب، لأن أنت لو إنسان مؤمن وموحد بالله لازم تفهم أن دي كلها أقدار. ومش عايز أقولك يمكن القدر ده ممكن أنت تبقى شايفه حاجة وحشة وربنا بيعوض عليك من حتة تانية خالص أنت مش فاهمها. يعني ما إن ربنا يعني حباني موهبة الكتابة، أنا قلت لازم أعمل مرجع لكل الأمهات في اللي في حالتي يعرفوا يعني إيه توحد بدقة. فعملت ريسيتال بتحكي عن طفل مصاب بالتوحد في ظل الظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، وازاي هم بكل الظروف دي قدروا يعبروا لبر الأمان. مناسبة زي دي ما ينفعش ان انا اخش على شيرين من غير هدية. شيرين دي بالنسبة لي حاجات كتير قوي مع بعضها، يعني أكبر من أن أنا أتكلم عليها قدام كاميرا. عيد الحب بالنسبة لي هو الدعم، هو الترابط، هو الأسرة بالمعنى الحرفي، الأسرة يعني كلمة الدفى، العزوة. مع مر الأيام ومر الزمن ما بنلاقيش حاجة بتحتوينا غير العزوة واللمة اللي حوالينا، مهما كان الظروف اللي حوالينا ومهما كانت الضغوطات، في الآخر لما بنتلم كده في حضن بعض هو ده الحب الحقيقي.